بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. نستأنف مع ما تبقى من لي فيرب سون كومبليمون دوبجي، ثم مع جو مونتخين. جو مونتخين يعني أنا أتدرب. إذن أونتور لي فيرب انترونزيتيف أمبلوي دون لو تكست سي دوسو. إذن دور على الأفعال الغير متعدية المستعملة في النص أسفله. دور على الأفعال غير متعدية المستعملة في النص أسفله. أونتور سالو فيرب أونتوري يعني هذا دوارة. لا فيرب ترانزيتيف أمبلوي سالو فيرب أمبلوي هذا فعل استعمل، لكن هنا نتكلم على لا فيرب ترانزيتيف أمبلوي، نتكلم على الأفعال الغير متعدية المستعملة دون لو تكست سي دوسو في النص أسفله. طبعا النص كون لا بوتيت في أريفا على بورت ال أوفري إي سورتي إل مارش لونتون. Avant d'arriver devant la grille du jardin, il faisait froid, elle grelottait de tout son corps, attirée par des petits cris plaintifs, elle se blottit contre un poteau, poussa sa tête à travers une brèche et écouta attentivement. C'était les lamentations d'un petit chien abandonné. Et donc quand la petite fille arriva, taban adna le verbe arriver, elle est madassa nodawar. هل سندور على لو فيرب مثلا arriver. Quand la petite fille arriva. Quand la petite fille arriva. عندما البنت الصغيرة وصلت à la porte إلى الباب. Elle l'ouvrit. Elle l'ouvrit. هي فتحته. Est sortie. ثم خرجت. Est sortie. ثم خرجت. طبعا عندنا لو فيرب ouvrir. عندنا لو فيرب ouvrir. Et لو فيرب sortir. Quand la petite fille arriva à la porte. عندما البنت الصغيرة وصلت إلى الباب ال لوفري هي فتحته. طبعا عندنا لو فيرب أوفغير إي سورتي ثم خرجت. عندنا لو فيرب سورتير إل مارشا هي تمشت لونتون طويلا. إذا عندنا لو فيرب مارشي. أفون داغيفي قبل الوصول عندنا لو فيرب أغيفي دوفون لا غري دو جاردان أمام السياج الحديقة. دوفون لا غري دو جاردان. Il faisait froid. عندنا لو فيرب فار يعني انه كان يفعل باردا، المقصود بان الجو كان باردا بمعنى اخر. كان يفعل باردا المقصود ان الجو كان باردا. Il faisait froid. Il faisait froid يعني ان الجو كان باردا. Elle grelottait de tout son corps. Elle grelottait de tout son corps. طبعا عندنا لو فيرب grelotter المقصود به ارتجف او ارتعش. مثلا grelotter de froid ou bien grelotter de peur. Grelotter de froid ou bien grelotter de peur. Irtaacha min al-bard ou irtaacha min al-khawf. Idan, elle grelottait de tout son corps. Hiya kanat tarta'ish bi kulli jismiha attirée. Adna le verbe attirée. Yani jadaba. Attirée par des petits cris plaintifs. Yani munjadibatan bi sayhat mushtakiya. Idan, natakalam al le verbe plaindre. Yani shtaka. Huna natakalam an des petits cris بلانتيف، نتكلم عن صيحات، عن صراخات كما لو نقول شكوية، كما لو نقول أنها تشتكي. إذن أتيغي بار دي بيتي كخي بلانتيف إل سو بلوتي كونتر أن بوتو، كما لو نقول يعني أنها جمعت نفسها كونتر أن بوتو، المقصود أنها اختبأت بعمود، جمعت نفسها إلى عمود. باسا سا تيت، طبعا عندنا لو فيرب باسي. باسا سا تيت يعني انها مررت راسها اترافير من خلال اون بريش من خلال فتحه فتحه حيط او فتحه سياج تسمى اون بريش. باسا سا تيت اترافير اون بريش مررت راسها من خلال فتحه ايكوتا اتونتيفمون ثم اخذت تسمع بانتباه. سيتي لي لامونتاسيون دان بوتي شيان ابوندوني. سيتي لي لامونتاسيون d'un petit chien abandonné. طبعا كلمة lamentation تعني عويل أو نحيب. إذن ذلك الصوت الذي يسمع عند البكاء أو عند الشكوى إذن يسمى lamentation. هنا طبعا عندنا كلمة lamentation في الجمع. إذن كما نتكلم عن كثير من النواح كما نقول إذن c'était les lamentations d'un petit chien abandonné. إذن هذا الصراخ ما كان إلا عويلا لكلب صغير متخلى عنه. لو فيرب ابوندوني يعني انك تترك مكانا تترك شخصا وتتخلى عنه. هذا لو فيرب ابوندوني.
إذا نتكلم عن لو بيتي شيان أبوندوني، إذا نتكلم عن كلب صغير متخلى عنه. إذا فلننظر ما هي الأفعال انترونزيتيف، اون انتور لو فيرب انترونزيتيف امبلوي دون سو تكست. إذا سندور على الأفعال الغير متعدية في هذا النص. من جديد نبدأ من أول نص. إذا أخذنا مثلا كون لا بيتيت في أريفا، عندما البنت الصغيرة وصلت على بورت إلى الباب. إذا طبعا لي فيرب انترونزيتيف نون با دو كومبليمون دوبجي. إذا الأفعال الغير متعدية ليس لها هذا المكمل أو هذا المتمم. إذا عندما نقول كون لا بيتيت في أريفا على بورت، إذا هنا ليس هناك كومبليمون دوبجي، وبالتالي فد أريفا هو ستان فيرب انترونزيتيف. إذا سندور عليه لوفغي. إذا عندنا لو فيرب أوفغيير. إذا طبعا هنا عندنا لوفغي الأصل لوفغي لا بورت، يعني أن هي فتحت الباب. إذا في الأصل كما تنشوف هنا عندنا هاد لو كومبليمون دوبجي هو هنا مختزل فهاد ال اللي عندنا هنا في الضمير. إذا طبعا لن ندور على لو فيرب أوفغيير سورتي ثم خرجت. إذا لو فيرب سورتي نا با دو كومبليمون دوبجي، وبالتالي سندور عليه. إل مارشا لونتون، إل مارشا لونتون هي تمشت طويلا، إل مارشا لونتون هي تمشت طويلا. طبعا لو فيرب مارشي نا با دو كومبليمون دوبجي، وبالتالي سندور عليه. افون داريفي، افون داريفي دوفون لا غري دي جاردان، قبل ان تصل الى امام سياج الحديقه. اذا عندنا لو فيرب اريفي دو لا ميم فاصون، لو فيرب اريفي نا با دو كومبليمون دوبجي، وبالتالي سندور عليه. إل فوزي فخوا، إذا إل فوزي فخوا هو يفعل برودة، ليس بالمعنى أنه يفعل هاد البرودة، ولكن أن الجو بارد بهاد المعنى، ولكن نستعمل هاد لو فيرب فار، نستعمل في هاد المعنى لو فيرب فار. طبعا لو فيرب فار في هاد الحالة هنا ستان فيرب انترونزيتيف، لو فيرب فار ستان فيرب انترونزيتيف. إذا سندور عليه. إل غرولوتي دو تو سون كور، إل غرولوتي دو تو سون كور، يعني أن هي كانت ترتجف بكل جسمها، هي كانت ترتجف. إذا هي كانت ترتجف. إذا لو فيرب غرولوتي ستان فيرب انترونزيتيف، وبالتالي سندور عليه. أتيغي عندنا هنا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل أتيغي، يعني فعل جذب. إذا أتيغي باغ دي بوتي كخي بلانتيف، إذا مجذوبة بصيحات صغيرة مشتكية، بصيحات صغيرة مشتكية. طبعا هنا صيحات صغيرة المقصود بأنها صيحات بعيدة، عندما يكون هناك صياح أو صوت بعيد فإنه يسمع قليلا. إذا نتكلم عن دي بوتي كخي بلانتيف، نتكلم عن صيحات صغيرة مشتكية. طبعا هي جذبت بهذا الصوت وستذهب لتبحث عن مصدره. إذا أتيغي باغ دي بوتي كخي بلانتيف، ممكن أننا نعيد هذه الجملة بطريقة أخرى، فنقول لي بوتي كخي بلانتيف أتيغ لا بوتيت في، الصيحات الصغيرة المشتكية جذبت البنت الصغيرة. ممكن أننا نقول لي بوتي كخي بلانتيف أتيغ لا بوتيت في، إذا الصيحات الصغيرة المشتكية جذبت البنت الصغيرة. إذا في هذه الحالة لو فيرب أتيغي تيبان بأن عنده أن كومبليمون دوبجي، لكن من جهة أخرى كاين واحد الميزة أخرى بالنسبة لو بارتيسيب باسي. في هذه الحالة التي عندنا هنا لو بارتيسيب باسي هنا أو ديبي دو لا فراز، يعني أنه تيكون بحال لادجيكتيف. اللي عندنا هنا هو لو بارتيسيب باسي أو ديبي دو لا فراز، هنا طبعا من جهة أخرى عندنا لو بارتيسيب باسي أو ديبي دو لا فراز، عندنا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل أتيغي أو ديبي دو لا فراز، يعني أنه في أول الجملة. هنا لو بارتيسيباسي في هذه الحالة تيكون عنده واحد دور آخر اللي هو الدور ديال لادجيكتيف، تيولي على شكل وصف، أنه تيستعمل بحال لادجيكتيف. تو كوم لادجيكتيف تماما مثل النعت، لو بارتيسيباسي أمبلويي سول ساكورد أون جونغ إي أون نومبغ أفيك لو مو أوكيل إل سو رابورت. إذا عندما يستعمل هذا لو بارتيسيباسي وحيدا، إذا لو بارتيسيباسي أمبلويي سول
s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. يعني أنه تتوافق مع الكلمة التي يتعلق بها. المقصود كما لو نقول بأنه يصفها. المقصود بأنه سيتغير حسب الكلمة التي يتعلق بها. المقصود حسب الكلمة التي يصفها. كما في حالتنا هنا. إذن tout comme l'adjectif, le participe passé employé seul s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. طبعا سيتوافق في الجمع في المفرد في المؤنث في المذكر مع الكلمة التي يتعلق بها. المقصود مع الكلمة التي كما لو نقول بأنه يصفها. lorsqu'il est placé au début de la phrase, lorsqu'il est placé au début de la phrase, عندما يوضع في أول الجملة كما عندنا هنا, on dit qu'il est en apposition. نقول بأنه في حالة وصف. نقول بأنه في حالة وصف. أبوزيسيون المقصود بها هي الكلمة التي تستعمل كوصف لاسم أو لضمير في الحالة التي عندنا لو بارتيسي باسي اون أبوزيسيون يعني أنه جاء في أول الجملة وبالتالي فهو اون أبوزيسيون كما نقول المقصود بأنه في حالة وصف يعني أنه يستعمل كالنعت في وصفه لاسم آخر طبعا هنا نتكلم عن لا بوتيت في أتيغي إذا نتكلم عن البنت الصغيرة بأنها منجذبة. إذا كأننا نصفها بأنها منجذبة. attirée par des petits créplantifs. إذا كما لو نقول بأنها منجذبة كما لو نصفها بأنها منجذبة بصراخات صغيرة مشتكية. إذا وبالتالي فهاد attirée لن ندور عليها. elle se blottit contre un poteau. إذا هي انجمعت كما لو نقول قرب عمود بجانب عمود. لو فيرب سوبلوتير سندور عليه ما دامت هي التي جمعت ولم تجمع شيئا اخر ما دامت انها جمعت نفسها بالقرب من عمود اذا لو فيرب سوبلوتير نا با دو كومبليمون دوبجي وبالتالي سندور عليه ال سوبلوتي كونتر ان بوتو باسا سا تيت اترافير اون بريش اذا باسا سا تيت لو فيرب باسي ا ان كومبليمون دوبجي لو كومبليمون دوبجي دو باسا C'est sa tête. إذا عندنا sa tête هو le complément d'objet de passa. On ne va pas entourer passa parce qu'il a un complément d'objet. Et par conséquent, passa c'est un verbe transitif. Passa هو فعل متعدي. إذا passa sa tête à travers une brèche et écouta attentivement. ثم بدأت تسمع بانتباه. Et écouta attentivement. C'était les lamentations d'un petit chien abandonné. سيتي طبعا عندنا لو فيرب اتر اذا لو فيرب اتر هنا ما عندوش ان كومبليمون دوبجي اذا سيتي لي لامونطاسيون دان بيتي شيان ابوندوني لقد كانت نواحات كما لو نقول كلب صغير متخلى عنه اذا لو فيرب اتر هنا سان فيرب ان ترانزيتيف وبالتالي سندور عليه اذا الافعال التي سندور عليها هي كما يلي كما نرى ثم ننتقل إلى ثانيا في دي فخاز افيك لي فيرب دو لا ليست سويفونت في دي فخاز اعمل جملا افيك لي فيرب دو لا ليست سويفونت بأفعال القائمة التالية إذا عندنا قائمة بها مجموعة أفعال إذا علينا أن نكون بكل فعل جملة في دي فخاز افيك لي فيرب دو لا ليست سويفونت اعمل جملا مع أفعال القائمة التالية إذا الأفعال هي arriver, rédiger, monter, pousser, émigrer, miauler, briller, dormir, sortir arriver يعني وصل rédiger يعني أنك تكتب monter يعني أنك تصعد أو تصعد pousser يعني أنك تدفع أو تطلق صرخة émigrer يعني أنك تهاجر miauler يعني أنك تصدر صوت القطة لو فيغ ميولي غالبا يستعمل مع القطة أو بعض الحيوانات التي تشبهها إذا نقول مثلا لو شاميول لو شاميول يعني أنه يصدر مواء ثم لو فيغ بغيي ثم لو فيغ بغيي يعني فعل لمع ثم دورمير دورمير سورتير نام ثم خرج دورمير نام سورتير خرج ثم عندنا بريسيز
يعني وضح بريسيز سي دون لا فراز. اذا وضح اذا كان في الجمله لو فيرب اي ترانزيتيف او انترانزيتيف. لو فيرب اي ترانزيتيف او انترانزيتيف. اذا وضح اذا كان في الجمله الفعل متعديا او غير متعدي. بالنسبه للفعل وصل لو فيرب اريفي يمكن ان ناخذ المثال التالي لو ترين اي اريفي. لو ترين اي اريفي il y a 10 minutes. Le train est arrivé il y a 10 minutes. القطار وصل منذ 10 دقائق. Le verbe arrivé هنا intransitif. ثم le verbe rédigé يعني كتب. Pour le verbe rédigé, j'ai rédigé une belle lettre pour la fête des mères. J'ai rédigé une belle lettre pour la fête des mères. أنا كتبت رسالة جميلة لأعياد الأمهات. Comme nous le remarquons, le verbe rédigé a un complément d'objet. Une belle lettre. J'ai rédigé une belle lettre pour la fête des mères. Une belle lettre, c'est le complément d'objet de rédiger. Alors, rédiger, c'est un verbe transitif. Pour monter, nous pouvons avoir l'exemple suivant. J'ai monté tes bagages à l'étage. J'ai monté tes bagages à l'étage. يعني أنني أخذت مآربك إلى الطابق. يعني أنني صعدت بمآربك إلى الطابق. Ensuite on a descendre. On a le verbe descendre. Nous prenons l'exemple suivant. Être descendu. Être descendu. يعني نزل. نأخذنا نزل. Ils sont descendus à l'hôtel de la poste. Ils sont descendus à l'hôtel de la poste. هم نزلوا إلى فندق البريد. Dans ce cas, le verbe descendre est un verbe intransitif. Pour pousser, le vent pousse les nuages. Le vent pousse les nuages. الريح يدفع الغيوم. C'est le verbe pousser. Le verbe pousser c'est un verbe transitif. Pour ce cas, le verbe pousser c'est un verbe transitif. Pour émigrer, بالنسبة لي هاجر. Pour émigrer, mon oncle a émigré en Europe. Mon oncle a émigré en Europe. عمي أو خالي هاجر إلى أوروبا. Mon oncle a émigré en Europe. Mon oncle a émigré en Europe. Le verbe émigrer, c'est un verbe intransitif. C'est un verbe intransitif. Le verbe émigrer n'a pas de complément d'objet et par conséquent, c'est un verbe intransitif. Pour miauler, on peut dire le chat miaule. Le chat miaule. Alors, comme nous le voyons, le verbe miauler n'a pas de complément d'objet et par conséquent, c'est un verbe intransitif. Briller. Briller, yani la mer. Le soleil brille dans le ciel. Dans le ciel. Le soleil brille dans le ciel. الشمس تلمع في السماء. Le verbe briller n'a pas de complément d'objet et par conséquent, c'est un verbe intransitif. Dormir. Nema. Dormir. Nema. L'été, je dors dans la cour. L'été, je dors dans la cour. في الصيف انا انام في الفناء. في الصيف انا انام في الفناء. اذن l'été je dors dans la cour. Le verbe dormir n'a pas de complément d'objet et par conséquent c'est un verbe intransitif. Nous prenons le dernier verbe sortir. On a le verbe sortir. Nous pouvons avoir l'exemple suivant. J'ai sorti la poubelle. J'ai sorti la poubelle. أنا أخرجت سلة المهملات. أنا أخرجت سلة المهملات. J'ai sorti la poubelle. Comme nous le voyons, la poubelle, c'est le complément d'objet de sortir. C'est le complément d'objet direct de sortir. Et par conséquent, dans ce cas, le verbe sortir, c'est un verbe transitif. Le verbe sortir, اللي هو فعل خرج, هو فعل متعدي. نستكمل في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.